أسعد الله صباحكم بكل الخير مشاهدي قناة الجزيرة مباشر، نرحب بكم من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. نحن الآن نتواجد في السوق المركزي للمدينة، ومن خلال هذه الجولة سنستطلع آراء المواطنين والتجار حول الوضع والحركة التجارية بشكل عام، مع العلم بأن مدينة بيت لحم خلال الأشهر الماضية خلال فترة الكورونا على وجه التحديد يعني شهدت إغلاق وأثر على التجار والمواطنين بشكل كامل. اليوم المشهد ربما مختلف كثيرا، هناك أعداد كبيرة من المواطنين نزلوا إلى السوق لشراء الحاجيات، وهناك طبعا أعداد كبيرة أيضا من المزارعين الذين قطفوا ثمارهم صباح هذا اليوم وأتوا بها إلى السوق لبيعها. سنستطلع وإياكم آراء المواطنين. معنا هنا أحد التجار، بداية الله يعطيك العافية. يعطيك العافية خالد، تعرفنا عن حضرتك؟ حمدي أبو طير. أنت تاجر في هذا السوق، كيف شايف الحركة اليوم؟ باع قهوة أنا. كيف شايف الحركة؟ فيش حركة زي أي سبت يا خالد، طلع فرج السوق قدامك فيش زي أي سبت، العمال كلهم نايمين جوا وفيش هذيك الحركة القوية، طلع العنب زي ما هو. بس اليوم الوضع مختلف، احنا شايفين في أعداد منيحة يعني في السوق. أعداد بس فيش زي كل سبت، فيش زي كل سبت. مش زي كل سبت، المفروض كل سبت. يعني يوم السبت فيه له خصوصية في مدينة بيت لحم؟ 100% يوم السبت ما شاء الله العالم فوق بعضها، يعني أكثر بيع بيجي يوم السبت. وهي سال أخ فارس هي. طيب ليش؟ شو السبب؟ كل العمال النايمين جوا إسرائيل بكونوا هنا، فهمت علي؟ الخميس بروحوا، الجمعة والسبت بتكون البلد ملانة، الحد الوضع ضايل بكون. طيب المواطنين سكان مناطق 48 يعني هل بيجوا أيضا يوم السبت؟ بدخلوا هنا، بدخلوا، روح شوف الباركينج تبع السيارات كله 48 سيارة مرصوبة. هذول بدعموا السوق في بيت لحم والخليل ايضا، يعني 30-40% بدعموا السوق. العمال اكثر شيء، البلد براكن على العمال، الموظفين الايام هذه لا بقبضوا، فيش قبضه موظفين ولا قبضه سلطه ولا شيء، هلكت الوضع كله عمين على العمال. العمال هم اللي بدعموا السوق الايام هذه بس. وجود العمال داخل عملهم باخر وضع السوق 100% بفارس. شكرا، شكرا لك. معنا ايضا هنا احد المواطنين، الله يعطيك العافيه عم الحاج. يعطيك العافيه، الله يبارك فيك. كيف شايف وضع السوق بشكل عام؟ احنا اليوم يوم السبت، بالعاده بكون السوق قوي شوي، يعني في حركه تجاريه منيحه. كيف شايف انت وضع السوق بما انك موجود في هذا السوق؟ والله يعني وضع السوق لا يخفى عليك، يعني السوق هي ما شاء الله عشان وقت الزراعه والمزارعين كل الثمار اللي عندهم يعني طايحه مش مستوردينها من برا، فبتخفف عليهم على اساس بتعرف اللي من برا صعب يجي لانهم مش قادرين نمشي حالنا. واحنا يعني بنشكر الله اول شيء، والناس تدير بالها على اراضيها وتحافظ عليها وتزرعها وتشوف الخيرات اللي في السوق كلها هاي من الاراضي تبعاتنا. عشان هيك احنا بنحمد الله والعالم يوم السبت عندنا، احنا متعودين ان يوم السبت عندنا سوق تجاري، يعني يوم السبت عندنا سوق بيجونا من انحاء العالم بالنسبه ليوم السبت، بنحتفل في يوم السبت على اساس سوق واخذ وعطى تجاري. شايفين ان اليوم عدد البسطات من قبل المزارعين زادت مقارنه بالايام العاديه، لانه الايام اللي فاتت واحنا في وضع صعب جدا، وضع الكورونا الله يا ربي كف علينا جميعا الشر هذا كله. العالم يعني كلها مضت حياتها كلها قعد في البيت وعطال في البيت، وتشوف قديش في امه منين بدها تصرف هذه اذا العالم كلها ظلت قاعده. فعشان هيك السوق هذا ما كانش زمان يبسطوا فيه، هذا السوق ممنوع للبلدية، ممنوع بخالفوهم في سوق رسمي. بس احنا بنشكر اول اشي الله، وبنشكر الناس المحترمين اللي شرواك وكمان بتابعوا الاشي اللي بيوروك هيك، وبنشكر رئيس البلدية المحترم ابو جورج المحترم اللي سمح للعالم واعطاهم في هذا الوضع الصعب، اعطاهم انهم يقصدوا الله ويبيعوا ثمار الزراعه تبعتهم. اليوم السبت بمثابه موسم بالنسبه لكم؟ هاي بالنسبه ليوم السبت عندنا كل يوم سبت يوم تجاري، كل يوم سبت عندنا احنا هنا كل يعني بيجونا من منين مكان الا من ال 48 ممنوع يدخلوا علينا بحصر الكورونا. القدس، مدينه القدس بيجوا؟ نعم، من مدينه القدس مسموح يدخلوا؟ إيه احنا بالنسبه لنا من مدينه القدس مسموح، بس في عليهم توصيات ممنوع يدخلوا على اساس وضع الكورونا بس، ولا بدخلوا يعني ما بدخلوا، بس في يعني بجوز الشهر الجاي لانه شهر الخريف وراح يزيد موسم الكورونا في الخريف والرجع الانفلونزا. فعشان هيك احنا بنتمنى من الله ان نجيبها سنه خير، واحنا كمان بنتمنى من الله، الله يشكركم الله ويقويكم، وان شاء الله الله بيحمينا وبيحمي كل البشر يا الله، كل البشر اللي الله خلقه يحمي، ما بيحكي لطرف واحد. نعم، شكرا، شكرا لك. يعني هذا راي احد المزارعين بانه فرح بهذا الموسم.
بسبب أنه سمح لهم ببيع منتجاتهم على هذه البسطات رغم أنها ممنوعة بالأيام العادية. الله يعطيك العافية عمي. أهلين. من وين حضرتك؟ أنا من الشمال. من الشمال جاي اليوم على الجنوب على مدينة بيت لحم وعسوقة. لحم مدينة مقدسة وبشرفنا نيجي على هاي المدينة الحلوة. من وين من الشمال بالضبط؟ من معلية. أهلا وسهلا فيك. بلد هاي على حدود لبنان. طيب انتم عاده يعني من حدود لبنان جايين اليوم على مدينه بيت لحم جنوب الضفه الغربيه، ليش بتيجوا على هذا السوق تحديدا؟ اول شيء زياره، بنحس بعروبتنا، بنحس انه زي شعبنا زي ارضنا، بنشجع التجاره المحليه. يعني قدوم اخواننا يعني من الداخل ومن الشمال لمناطق الجنوب تدعم السوق الفلسطيني؟ طبعا، هو كله سوق واحد وبيشرفنا ان ندعم السوق الفلسطيني. في اعداد كبيره بتيجي عاده من مناطق الشمال للجنوب؟ طبعا في تواصل. شو هو المسافه؟ هي ساعه او ساعتين. في ناس بتسافر لدول خارج المناطق هاي عشان تتفرج، واحنا منطقه واحده بالنسبه لنا. وسيله التواصل اليوم الاجتماعي والمواصلات يعني هوين جدا، الانسان يصل لكل مكان. عادة انتم بس يوم السبت بتيجوا على السوق الفلسطيني؟ اوقات الفراغ، اوقات الفراغ دائما بنيجي يعني على الاسواق، نتفرج، نتسلى، نتعامل مع الناس، نتواصل اجتماعيا مع فئات اجتماعية احنا نفس اللغة، نفس التراث، نفس الوطن. عادة شو الأشياء المميزة بتوجدوها في الأسواق؟ الإحساس، إحساس بالعروبة، الإحساس بالتواصل بين المجتمع الواحد، اللغة الواحدة، قداسة المكان، الرغبة إنك تعيش في جو عائلي. بتحس لما باجي لهون هو الجو العائلي اللي بتحسوش في محل ثاني. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك. شكرا. نحن الجزيرة مباشر. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. معنا هنا إحدى السيدات التي تبيع منتجاتها وهي مزارعة جانب الطريق. الله يعطيك العافية خالد. الله يزيدك عافية، الله يرضى عليك. إيش عارفين شو أنواع العنب هاي اللي أنت بتبيعيها؟ هذا العنب أسود بتوني هذا اسمه، وهذا اسمه زيني، يعني هاي هيك نوعين نوعين بتوني وزيني. زيني اسمه العنب، وبعدين شاي أخضر هذا اللي بنبيعه. والتين جارتك كمان بتبيع؟ جارتي بتبيع تين كمان، وهاي عنب شامي هيك. هذا من منتجات بيت لحم؟ الحمد لله رب. من منتجاتنا. بعدين احنا يعني 6 أشهر لهم قاعدين فيها الكورونا، الشباب يعني عمروا الاراضي، يعني الاراضي باكي خربانة الحمد لله، يعني الكورونا طلعت من نصيب الارض مشان يشتغلوا بالارض الشباب. اشتغلوا هاي المنتجات اليوم بتبيعوها في الاسواق؟ بالله يا اخوي سوق ضعيف، يعني هو لولا يوم السبت ولا يعني صحرت هذه الكرتونتين العنب بنضل معهن والله من الساعة 8 باجي بلقط وباجي بظل بعد العصر وانا قاعد ما في ناس تشتري، بس كلهم مزرعين كلهم مزرعين فيش بصار. احنا شايفين في ناس نازلة على السوق اليوم وجاي من مناطق مختلفة. السبت بس يوم السبت بيسمحوا، حتى لو بيسمحوا من برا بيجوا اكثر، بس ما بيسمحوا لان يفوتوا عشان وضع كورونا. وبعدين الشباب يعني العمال بتفوت جوا ما بتطلع، يا حرام فيش عمال، يعني العمال جوا داخل اسرائيل ما بيش طالعين. هم بدعموا السوق عادة؟ معلوم يوم السبت باكل العمال كلهم تطيح السوق تشتري، ويجونا من برا يعني اخواننا اللي في الداخل. طيب خالتي انت من اي منطقة جاية؟ انا والله جاي من المعصرة، المعصرة من الخضر وغاد عند عصيون. طيب شكرا شكرا، نتمنى لك التوفيق خالتي. يعني هذه احدى السيدات التي اتت بمنتجاتها البلدية كما يطلق عليها هنا محليا لبيعها في الاسواق، وكما تشاهدون بان اعداد كبيرة من التجار يجلسون على جنبات الطرق لبيع منتجاتهم، وكما تشاهدون بان مناطق جنوب الضفة الغربية تشتهر تحديدا بفاكهة العنب وهي باشكال مختلفة. الله يعطيك العافية. معنا احد المواطنين. حياك الله. كيف شايف السوق اليوم، الحركة في السوق، الوضع؟ والله يشوف يعني الحركة يعني هو إنجاز الأخ أنطون سلمان، يعني سمح للمزارعين والناس إنها تتسبب بساس وضع فيروس كورونا، فالناس مضغوطة، فالحركة يعني خفيفة، يعني عالم بس مضغوطة من البيوت تطلع بس تغير جوها، من حركة مبيعات يعني ميتة بالمرة، ما في حركة يعني قوية. مش زي الأيام الماضية. لا لا لا، الأيام الماضية كانت أنا كنت تاجر حوالي 15 سنة بسواق، أنا أولادي بنبيع خضار، بنبيع فواكه، بنبيع كل شيء،
فالحركة ميتة يعني، أنت بتشوف المزارع يعني العنب لسه قدامه زي ما هو، الأغراض كلها زي ما هي، رغم إن في وفرة في البضاعة يعني وبضاعة بلدية البضاعة كلها منتج فلسطيني يعني مش منتج إسرائيلي. بس شو المشكلة عندك كان إن فيش يعني إن فيش سيولة بالنسبة لفيروس كورونا. فيروس كورونا أثر على المجتمع الفلسطيني كثير، فإن شاء الله يعني الأمور الجاية تكون أفضل، وإن شاء الله يروح هذا الفيروس إذا كان في فيروس، هو أكيد في فيروس بس إن شاء الله إنه يزول. يعني أنت شايف الحركة مش لا لا مش واضحة طبيعي؟ لا لا مش شديدك يعني الحركة. أنت شوف هذه هلا هذا حجة قديش يمكن الصبح بيعتيرات العنب يم هنعم يعني حركة ميتة مظبوط. بضاعة متوفرة، بضاعة يعني الحمد لله حفظنا على شوية أراضي، ظلت عندنا شوية أراضي حفظنا عليها من فضل الله يعني، وقاعدين نعطي منتوج بس مش ماشي المنتوج. نعم هذه إحدى السيدات وهي نعم مزارعة تريد أن تعبر عن رأيها. يعني نعم خالتي تفضلي. شو بدي أقول لك؟ شو كيف شايف الحركة في بيع؟ مجتمعي مش عارفة أستعمل ما بعتها والله، الحركة مش ميتة مش فيش أحلى المنظمة. أنت من أي ساعة خالتي هان؟ من الصبح شو يعني قبل التسعة قبل بكينا قطعنا وجينا هينا. لسه ما بعتوا يعني منتجات؟ هاي شو كده شو كان نبيع حمال ما فيش والله اليوم هي ابني لسه ما بعتش بعتين بعتين ولا غير. طيب خالتي خالتي أنت احكي لنا يا خالتي اليوم بعتي كيف كان الوضع معك اليوم؟ اليوم بقول لك ما استفتحناش ولا بيع ما بعنا هينا والله ما استفتحت منهن بشيء كده. الله شو السبب انت ليش شايفه وضع السوق هيك يعني شو الاسباب؟ شو الناس قاعده اما الناس مشتغله الوضع صعب ما فيش معهم مصور الناس ليش يشتروا عشان صعوبه الاوضاع الاقتصاديه. الله انا بعرف. انت يا خالتي اليوم يعني كمزارعين سمحوا لكم البلديه سمحت لكم ان كنت بسطوا في الشوارع عشان تبيعوا؟ يوم اثنين ولا واحد بدا يقعد هون كلنا على السوق. شكرا. يعني هذا هو وضع السوق مشاهدينا الكرام. هناك شكاوى من قبل المواطنين من قلة الحركة التجارية، هناك إقبال شديد وهناك يعني أعداد كبيرة نزلت إلى السوق، إلا أن هناك شكاوى من قبل المواطنين بعدم بيع منتجاتهم. كما تشاهدون كل هذه المنتجات هي ليست مستوردة وإنما تم زراعتها من قبل مزارعين فلسطينيين، وطبعا يقومون ببيعها على البسطات في سوق مدينة بيت لحم، وكذلك الوضع في جميع مدن الضفة الغربية. الله يعطيك العافية خالتي. الله يجزيك عافية خالتي، يا ميت مرحبا. كيف شايفة أنت اليوم يعني بتبيعي بعض المنتجات البلدية من الأرض تكون؟ كيف شايفة الحركة التجارية؟ في إقبال في؟ لا والله يا خالتي ما في إقبال، لو في إقبال يا خالتي كان لي ساعتين مروح. شايف جيت من الصبح يعني ما بعتش ما سويتش 40 شيكل من صباح الله، ومعاي بضاعة كثير بحر. 40 شيكل يعني تقريبا 10 دولار من الصبح. من الصبح يعني قعدت من الساعة 6 وأنا لقط فيه إلى الساعة 9:30 وأنا لقط وكيم وأحط وأحمل وأطلع وجيت هان قعدت هيني مسطول في الناس. طبعاً أنتوا يعني الزراعة بتكلفكم كمان يعني؟ يا خالتي كل الشتل مشترى والزريعة مشترى وحراث وكل تعب يعني ومخسر كله. طب خالتي أنتوا يعني كمزارعين تتلقوا دعم من الجهات الحكومية مثلاً؟ ولا مرة يا خالتي. لما بصير اجتماعات ولما بصير يعني بوعدونا وبيحكوا بس فيش ولا إشي مش شايفين ولا إشي. يعني على أرض الواقع ما في دعم لكم. طب شو بتطالبي يا خالتي؟ نهائي. طيب شو بتطالبي كمزارعة فلسطينية؟ والله يا خالتي شو بدنا نطالب يعني احنا تعودنا على هالوضع هذا ومش عارفين شو بدنا نطالب يعني لو طلبنا إشي حتى يعني ذل إنه نطلب لأنه ما فيش 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 نتيجة يعني ما بعطوا شايف. فاحنا طالبين بس ندير بالنا على خضرتنا ويخلونا نقعد زي الناس بس باحترام يعني. نعم شكرا. انت كمان خالتي شو بتطالبوا انتم كمزارعين؟ والله بنطالب نتريح في القعده بس مش ازود. يسمحوا لكم بكم تبسطوا؟ نبسط هيك زي ما تقول الناس تبعد عن بعضها يعني يوم يقول لك يدخلونا في السوق الجواني. السوق الجواني اذا احنا بعاد عن بعضه يدوب نبيع شفت يحطونا كلياتنا جوا، والناس في الوقت الحالي ما معروف فيش حدا يعني لا فيش مصارف فيش رواتب يعني اللي باخذ 1000 شيكل بده يجي يشتري تينو بيجيش يشتري الاشياء الاساسيه. اكيد يشتري الاشياء الاساسيه يعني معروفه هاي. انت بتبيع تين هنا شو انواع هاي تين؟ فلفل في موازي في تين عادي.
والحمد لله. شكرا شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق. إذن هذا هو الوضع مشاهدينا الكرام في سوق بيت لحم. هناك شكاوى حقيقة من المزارعين الذين يبيعون منتجاتهم على جنبات الطرق، يقولون بأنه ليس هناك دعم حكومي لهؤلاء المزارعين. سمح لهم في هذه الأيام من قبل بلدية بيت لحم في التبسيط كما هو متعارف عليها هنا في مدينة بيت لحم لبيع بعض منتجاتهم، وهذا هو عبارة عن موسم بالنسبة للمزارعين لاكتساب بعض الأموال لكي يتمكنوا من العيش. شكرا لكم.